ينضم إلينا عبر الهاتف من معبر رفح مراسلنا سمير عمر، ونطلع معك على آخر المستجدات. سمير، يعني بالفعل وصل وزير الصحة المصري إلى معبر رفح ليكون في استقبال الأطفال الخدج الذين سيصلون بعد قليل إلى الجانب المصري من معبر رفح. وزير الصحة التقيناه قبل أقل من ساعة وهو في طريقه إلى معبر رفح، وأكد لنا أن نحو 32 من الأطفال الخدج سيتم استقبالهم ومجهزة المستشفيات لاستكمال فترة حضانتهم في المستشفيات المصرية. يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار توافد حملة الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح والمصريين حتى الآن. وفقا للسلطات المصرية فإن هناك نحو 6713 من حملة الجنسيات الأجنبية والرعاية عبروا إلى الأراضي المصرية، ونحو 1000 من المصريين عبروا كذلك من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية. أما إجمالي الجرحى والمصابين الذين وصلوا لتلقي العلاج في الأراضي المصرية وفقا لإحصاءات الجانب المصري فنحو 236 مصابا وبصحبتهم نحو 197 مرافقا. هؤلاء موزعون ما بين جرحى أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي أو من أصحاب الأمراض المزمنة سواء من مرض السكري أو الضغط أو غيره من الأمراض الذين كانوا يحتاجون إلى علاج من نوع معين، وأيضا مرضى السرطان. على جانب دخول المساعدات، المعبر أيضا يستقبل المساعدات على جانبي الطريق المؤدي إلى المعبر لمسافة تمتد لنحو 2 كيلو متر شاحنات محملة بكل أنواع المساعدات. ولكن ما وصل بالفعل إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفقا لإحصاءات الجانب المصري نحو 10,000 طن قدم أغلبها من الجانب المصري سواء الهلال الأحمر أو المؤسسات الاجتماعية والخيرية، بينما هناك عدد كبير من الدول أيضا قدم مساعدات عبر جسر جوي.